نجارش. نجارش وحدها حكاية، روح الغلا في دمي، ونجارش وحدها حكاية، بلسم جروحي وهمي، وبيش تعرفوا إني نهواها، ما نصبر نهار بلاها، سميتها بسم أمي نجارش. اللي جي من ربي كلها مرحبا بيها، والباقي عليك أموت. أنا زعلان منك، ما باركتش المشهب، ما تبيش تفرحي معنا،
حتى سي حجاج قال لي فكرتك ما بركتش المشهب. خلاص انا زعلان فكرتي. الصبح طلع حجاج مازال ما جاء. يا رب ان شاء الله خير. يا الله يا كريم المعافي. خير سي غدير؟ هنا يا هنا حجي. باتي ها من امتى تركت هذا يا باتي؟ بسم الله بسم الله. لا توارجي توارجي اصبحت كم شي حس يا ايام. انت اسمع حسكم قبل وبعدين نعدي شهور سيد كم حاجه. هاي تفضل معنا جوا يا سي غدير. لا ربي يهنيك ربي يهنيك يا ايام. تحنوا يا باتي اقعد معي يا باتي. كنا فكم الله من ظل الحرام وظلام. لا عيد نعدي رصيد كم حجيج نهدرس معاه شوي ما له حتى هو يريدني. ما له يبيني يعني وقتها نبي نهدرس معاه شوي. مغر تفضل هاي هاي نفطر مع بعض. الله يربحك. اقول اقعد معي يا باتي كانك هو مش هاب قاعد. لا كان تبون الربح خلينا نعدي شورها سيد كم حجيج. بركة في راسك يا المرمي. هذا حال الدنيا. البقاء والدوام لله. يا خسارة. يا خسارة يا حجاج. ها
تعال تعال واحكي لي على كل حاجه، تعال واحكي لي على كل حاجه. حربة قرناص قرناص. يا معصوم حسيات واحد يعيط، اللهم اجعله خير، واحد يفزع عياط. عياط هذا من يا بيت الشيخ حجاج، خله كان وسع نجيك. شفت على طريقك من نبيل مشعب. حرباع وش تريدني نحكي لك يا مربي؟ حجاج خلاص انسى، خلاص انسى. انت متاكد؟ كيف منحك فيك قدامي يا مربي؟ حجاج انساه، راهو هذا بسبع ارواح. انت متاكد انه مات؟ عيب يا مربي، اللي يلمس الحربه بهذا والله ما عاد يراعي خير. يا رسول الله، من اللي دار فيك هالخبر كله يا اخويا؟ شنو فيها مشهاب؟ شنو فيها مشهاب؟ الشيخ حجاج يا طير اللي هو يريد يقتله، لكن عمره طويل. وشن حالته تو؟ يفرج عليها الله، يفرج عليها الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. من يكره سي حجاج في النشا حضر؟ من يكره؟ هذه ما يدير إلا واحد جينا من برا يا عرب. واحد جينا من برا؟
مرحبا يا ابو صالح. مرحبا مرحبا. هاي تفضل شور البيوت. الله يفضل عليك، حتى انا متريح. ما تقول لي بلا ماسك، انا ما عرفتكش. انت منكش من هالنجا. يا سيدي انا مودر زوايل وندور فيه، وحقيت هالمناب قلت نتكي عليه. المن بلا مصغره النجع هذا يا سيدي، هذا نجع الشيخ حجاج ادولك الفارس اللي مصبغه. صيته معروف، صيته معروف والناس كلها تحكي عليه وتدور فيه. يا مشهاب، انت مشقوا بالشيخ حجاج وجيبوا له من يدوي. وين ماشي يا طير؟ تو نحكي لكم بعدين. يا الشمس، يا الشمس، يا سموسة، يا الشمس، مش قلت لي ما حاش نزعلك؟ ابو الشارع والمرا قلت لي انت غالي عليا. يا الشمس، يا سموسة، سي حجاج مريض بعد يمرض. سي حجاج حتى انا نمرض. يا الشمس، يا سموسة، يا سي حجاج يمرض. أنا زعلانة، حتى أنت زعلانة صح؟ أنا لما يمرض باتي حتى أنا نمرض. يا رب، يا رب اشفيني باتي. المربي بزروح قديمة تحيفين يا مربي. كأنك يا سيد الغدير. حجاج حس أطرى المربي. مربي. المربي. 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 بسم الله بسم الله بسم الله. لا تخاف لا تخاف لا تخاف لا تخاف. الله يا ولدي يضر كلم ضر. لا تخاف لا تخاف. بسم الله بسم الله بسم الله. وصلت وسوى عنك زيال، وصلت وسوى عنك زيال يا ولدي. لا تخاف لا تخاف لا تخاف لا تخاف لا تخاف يا ولدي. لا تخاف لا تخاف. ما تخافش عليه، ما تخافش عليه حجاج. طيب وكريم
ويدك كريم بيد الله ان شاء الله، ان شاء الله ما يلاش يسوي. ان شاء الله ما تخافش عليه، ما تخافش عليه يا ظلم، ما تخافش عليه. اريدنا نشترك يا سي غدير. انعم انعم يا ولدي انعم. ايش اللي بين سيدي حجاج والمربي هذا اللي يقولوا عليه؟ هذه حكاية طويلة لليوم والأمس. يا سيدي المربي هذا عند أبوه قال لك قطع الله نعمته سلب الله نعمته، رجل قطع طريقه وسلب، ولا خاف من الله ولا خاف من أحد. راجل قالوا يا ما قتل يا سيدي من عويلة ومن رجاجيل، وبعدين عثنا على الصبايا وقاعد يقتل فين ويسلب فين، ولا عقب في ذنهن شيء ولا في رقبهن شيء ولا في ذنهن شيء. وعمك حجاج جاء الكلام هذا الحقيقه قاعد يقول رايك انا بيني القاه انت خلص منها كيف ما ياكل في الناس ويذبح فيها ياكل فيها يسلب فيها وعارفين بعضهم زاد بنات الملاطم واجل ما ينعدم بك. واحد من الملاطم جانا غازين علينا هم يا سيدي غزوا علينا هنا وجا هم جاردين ويا رفاقته وعربه وتلاقاهم عاد عم كم حجاج من هنا صار بينهم نهار طويل عدوه غادي وقدح اقدعوا اقدعوا جاء امك حجاج ابوي يطافر من حيله علي ما علي الرايل هذا نقد له وما نقد له لعنه هذا وفي وسط عربه وفي ناجعه وفي بيته. هذا هذا بعد كم يوم كذا اللي في عقله وفي راس عمك حجاج دارها يثني عليه يا سيدي وي ويقتل الراجل وين ما يريد اقتله. والعيل ما ذاك اليوم ودير راسه وراس نجع نهف ويدور في عظم من عم كم حجاج والعيل راهو لاقى طريق بوه ردوا بكم من راهو خوان وخصايل يا شي نات حبته وسلامتك وعافيتك يا باتي. هي وي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ها يا سير حوم. والله يا ولدي ايش نقول لك؟ الضربة ضربة شينة ونزف دم واجد. لو كانت في واحد مش حجاج راه ميت موت. لكن حجاج عظمه قوي. والشافي هو الله هو اللي يشفي. الراحة يا ولدي هم حاجة. ومغرنا بدي توا جابوا لي خبر على واحد بالنجع القبلي هذا ياه ملسوع قالوا له ساعة الدبيبة ماشي لعنده وعندي عليك مقادة أخرى. والراحة هم حاجة والشافي هو الله. ونعم بالله. وتبقوا على الخير يا ولدي في هالساعة. كملنا خرفة توا وباتك كم عجين خليني نجي باتك ونتعشى وسعنا نخرف مع بعضنا. توا هذ يا حني نبوها توا هذ يا حني نجك لي يا ربي توا نخرفك كم توا هذ عشان خاطرك انت الله غالب عليا. يا بوي اللي انقضى المربي هذا يريد يغازي ناجح حجاج باهي قول اش دار عد عدى لم جميع السراقة أصحابه كلهم سراقة وما خلوا لا سراق في الوطن لمهم كلهم وقسامهم نصين نصهم لزم المكان أخرى أو نصهم خذهم معه يا أبوي وخذا معه اللي اختل وجه الشر هذا اللي ينقلها مسارب وخذا معه الحربة وخذا معه المهمة عقب ولا سراق هذا غضيب بعيد عنكم وغالي عليه الدم غالي عليه قتل يا أبوي ومغلى عليه الدم غضيب اللي قال المربي هذا يشرف ربنا واجع. المربي هذا حيت مهين يا ليس بالعمود يجيز جميعها في تركينا
وياخذ معه جماعة شوي ويدز جماعة في تركي أخرى. فريت البلاطة هذي مش من توه. يبيدي لازم نكمل القصة. ايش ندير يا تخطى؟ ايش ندير؟ لو كان يصعب الحوش لكن يبيدي لازم نكمل القصة. في تكة بصير ونبيدي لازم نعرف. السلامة يا شيخ حجاج. السلامة يا شيخ حجاج. الله يقبل حمدك. هذه ولا غيرها ان شاء الله. هذه ولا غيرها يا اخوي، هذه ولا غيرها. الله يسلمكم الله يسلمكم. وجعانكم ما تغيبوا. فكير من الله يا سيدي. وراسك يا شيخ حجاج يطول الزمن والله يكسر. نلقوا نلقوا. اسمعوني كويس. ريتو اريدكم تاخذوا بالكم. وتاخذوا حذركم زين وتوتر واحكم وتوتر سلاحكم. راه المربي اللي ينقل المربي هذا راه دوار شر معندي. اريدكم تبقوا جاهزين وما تخلوش يضحك عليكم وياخذكم غرب. واش يريد يحصل؟ منعوا الاصل السي يجي ويلقانا مصابي والراجو فيه. ما صحيح يا رجاله. صحيح صحيح. وحياتك يا شيخ ما يلقى في تخشوم هالبنيدق. اسمعوني كويس. أريدكم تاخذوا بالكم وتاخذوا حذركم زين وتوتوا رواحكم وتوتوا سلاحكم. راه اللي ينقل المربي هذا ما فيش حد في هالنواجه هذين كل عارفه كويس انفيتنا بيدي. الرجل هذا غضيب وقطع ايده من ربي ودوار شر. أريدكم تبقوا مستعدين وجاهزين توتوا سلاحكم وتوتوا رواحكم وديروا الكلام اللي قلت لكم كله. باهي بإذن الله. حاضر. بإذن الله يا شيخ ما يقل لخشون بنادقنا. هيا يا ظنى فاسترزوا ثم روحكم. هاي مش هاب ليل هيا الحقوني هاي هيا هيا نمشي معاكم. حتى أنا راجل من عند الحارب معهم يا زي حجاج. وين تمشي معاهم يا راجل؟ اقعد. لا أنا بنمشي من عند الحارب معهم. لا أنا دورك راهو عرفت ايش تقعد مع عمك غدير في هالنجع بيهي وتردوا بالكم من العيال ومن الصبايا بيهي. انت راجل يا راجل. ايش تحس روحك يا حجاج تو؟ والحمد لله. الحمد لله خير من قبل. الحمد لله. سهل حمد يا اخوي سهل. حاجة تتسير تريس النجع يتجروا مع بعضهم. ايه وغير الحرب ايش اللي يريد يسير؟ ايش اللي يريد يسير؟ يفكنا الله يا خيتي. هذا كله من اللي ينقل المربي عطى ضربة وفي الظهر حربة. ايوه لنا زمان مفتكين منا عطى ضربة. تعرفين اللي قهرتني شني؟ اللي قهرتني وحرقتني بس كابدي قابلت تريس النجع كلهم يتجروا شرارين يريد يحموا النجع. الله غالب الله غالب يا خيتي. لو كان صاح وحياتك ما سبق والي. سي حجاج حتى هو مضروب ما يجي في مكان والي ولا كيف والي. بقى فمك الا صار. لا تقدر انت من السبب ما دخل
خليني ندير لك حاجه كبير. هذا محي. خليني اجيب لك شي حاجه تاكليها. شني قلت؟ فهمت الله ولاد الحرام. عصومنا دار شوي. لا 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 رقدت. هي 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 خشوا ساقة. هي خشوا شنو؟ نحن خارفوش نسمع القرافة. خلاص صح صح حمي. هاي وحسن مولايدي. وقول يا ابوي المربي جاء النجح حجاج على وجوه الصبح جاهم ناويهم ناوي يقطعهم كلهم على بعضهم ويفني رزقهم يا ابوي. لكن ايش دارت نقارش؟ ايش دارت؟ اعطت خيها الصغير معصوم عطتها يا ابوي فندقة وقالت له عدي راح افزع مع رجالة النجا وان كان شدك اي حد فيهم قول لنا خي نقارش وعدى وفزعوا على النجا كلهم وصبوا يا ابوي للنجا صباية رجل واحد واتقوا المربي سلس هذا وعر المربي وعر وغضيب اللي ينقل المربي فريت فريت المربي هذا خطير بكل واللي يخطر منه هو معصوم أخ نجارش واللي يخطر منه معصوم هي نجارش بيه يصار بعد يصار يا حاجة سمحت صار تاوة سمعني هاي اسم هذا سلم خيي خليك فير النجا لن يبرابات بيهي وما تخاف واللي يحكي معاه قل انا اخو نقير شنو تقول له انا اخو نقير شنو تقول له انا اخو نقير شهاب ردوا بالكم انتوا التريس اللي معاك ها كانك يبقى ها
يا قرناص. انعم 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 انعم. جاي يا جاي. جاري جاي. منعم ورد كأنك صبيت. واش تريدين ندير؟ نقعد نتفرج على التريس من يليك هنا؟ لا غير يعني انت ما زلت مستهجع وما زلت يعني ما ما في ولا شيء. نمشي نخايل معاهم حقال مخايله. مش هذه اللي نريدك فيها انا. نبيدي مكلمك على حاجة أخرى. خير إن شاء الله. اسمها ريتي يا قرناص. أريدك تسمعيني كويس وما تقاطعينيش لين نكمل كلامي. نجارش بلا توصيف ما حد يذهب فيها. تعرف كرام الضيف لفيدها تعطيها. تعرف وصول الجيرة لأصحابها صبايا بفعالها الشهيرة. تمت حدود الغاية. نجارش حدا حكاية.